أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن تحركات ميليشيا الحوثي لتحشيد المقاتلين وتكثيف إقامة فعالياتها الطائفية لاستقطابهم والزج بهم في الجبهات. تكثف ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها من الفعاليات الخاصة بمناسبة ما تسميه يوم الولاية، وبحسب مصادر مطلعة فإن الميليشيا استنفرت أتباعها ومسؤوليها المحليين لتكثيف الفعاليات وتعليق الشعارات في المدن والطرقات في سياق عمليات تحشيد المجندين والدفع بهم إلى جبهات القتال. وكانت الميليشيا قد بدأت الفعاليات قبل نحو أسبوع في مدينة الحديدة ضمن مساعيها لاستقطاب أبناء المدينة إلى صفوفها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي أبعاد وتبعات استمرار التحشيد إلى جبهات القتال؟ وما هي الخيارات أمام المجتمع والجهات الدولية والمحلية لمجابهة هذا التحشيد؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. احتياج شديد للمقاتلين بعد حالة استنزاف كبير لهم في جبهات القتال المفتوحة، هذا ما بدا عليه المشهد بعد تحرك متسارع لميليشيا الحوثي في سياق التجنيد الإجباري والدفع بالكثيرين إلى جبهات القتال. زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بحسب مصادر محلية أمر قادة الميليشيا ومسؤولي الجماعة بتكثيف إقامة الفعاليات العقائدية لاستقطاب المقاتلين من مختلف المناطق والفئات العمرية، وفي الوقت الذي تخصص فيه الجماعة إيرادات ضخمة لإحياء مناسباتها العقائدية وتعليق الشعارات التابعة لها في شوارع المدن بالقوة، يرفض المجتمع سلوك الجماعة ويعيش في صراع كبير ينتهي بزج قطاع كبير من المناهضين في السجون. لا يتوقف التحشيد عند إقامة الفعاليات بشكل خاص، بل إنه يتجاوز ذلك بكثير إلى إجبار التجار ورجال الأعمال على المساهمة المالية في تمويل هذه الفعاليات والتحشيد للقتال. وكانت الجماعة بحسب مصادر لصحيفة الشرق الأوسط قد بدأت فعالياتها في مدينة الحديدة ضمن مساعيها لاستقطاب أبناء المدينة إلى صفوفها عبر ما تتضمنه الفعاليات من أنشطة تصور الجماعة على هيئة المخلص الوطني. تسعى الجماعة من خلال هذه الفعاليات إلى استقطاب مزيد من المجندين وتعبئتهم طائفيا للزج بهم بعد ذلك في جبهات القتال، وكل هذا بحسب متابعين يعمل على إطالة أمد الحرب وتثبيت وجود العنف وجعل الانقلاب واقعا يسير بالضد من إرادة اليمنيين. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الرياض توفيق السامعي كاتب صحفي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور. سيد توفيق، فعاليات عديدة لحشد المقاتلين، يعني ما هي أبعاد استمرار الاستقطاب لجبهات القتال؟ أولا قبل الخوض في هذا الموضوع أريد أن أدخل معكم في ملاحظة واحدة فقط، كونكم أنتم في تركيا طليعة النخبة المثقفة والإعلامية وكذلك من قادات الرأي الميليشيات الحوثية ومعهم جزء من الأتراك والإيرانيون في تركيا، نظموا فعالية قبل يومين لتحشيد الرأي حولهم ولمناصرتهم، فأين موقعكم أنتم كقيادة رأي وكصناع رأي وقيادات مثقفة أيضا؟ لا تقومون بعمل نفس الفعاليات الإعلامية والمناصرة وفضح الميليشيات الحوثية عندكم؟ هذه ملاحظتي الأولى. ملاحظة جيدة، ولكن دعنا في الموضوع، وبالنسبة للملاحظة هي ملاحظة جيدة، تكرم بالحديث. نعم، بالنسبة لأبعاد التحشيد التي تقوم بها الميليشيات الحوثية هي أبعاد ممنهجة تقوم على وسائل عقدية وطائفية وكذلك عنصرية مناطقية، نعم، للزج بالمغرر بهم إلى جبهات القتال، وتتخذ من ما تسمى المناسبات الدينية وهي ليست كذلك انطلاقا وشعارات يصادف أنهم يحشدون إلى ما يسمى بيوم غدير خم، يوم الولاية الذي يسمونه ويعتقدونه أن الولاية كانت في علي بن أبي طالب، وهكذا من اعتساف النصوص التاريخية والتأويلية والدينية للميليشيات الحوثية سعيا منها لكسب الجماهير و
كذلك لتثبيت مشروعها الطائفي والعنصري في اليمن، وكذلك حشد المقاتلين إلى جبهات القتال. وهذه لها أبعاد متعددة، سواء كانت من الناحية العسكرية أو من الناحية الأيديولوجية أو من الناحية السياسية، وكذلك النواحي الفكرية المختلفة. الميليشيات الحوثية لابد أن تجابه بنفس الأفكار التي تقيمها على الأرض، من الناحية الفكرية والثقافية لابد أن تجابهها أيضا فعاليات ثقافية تمحو وتبين للناس هذه الشعارات التضليلية التي تقوم بها الميليشيات في كل مناسبة. ووسائل الإعلام أعتقد هي الوسيلة الأبرز أو هي الوسائل الأبرز لإيصال فكر المواطنين ولدعم المشاريع الفكرية من خلال التوعية للمواطنين في هذا الجانب. نعم سيد توفيق، ابقى معي، أشرك معنا في الحديث أيضا من الرياض الناشط ناشط الحقوقي والصحفي إبراهيم الظهرة. عفوا سيد إبراهيم، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد إبراهيم. أبدأ معك بنفس التساؤل الذي بدأته مع ضيفي توفيق السامعي، يعني عن نتحدث أو نتساءل عن الآثار المترتبة على الفعاليات التي يعني تقيمها الميليشيا لحشد المواطنين للقتال. نعم، مساء الخير عليك عزيزي وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين جميعا. أهلا بك. في حقيقة هذه الفعاليات هي يعني وسيلة هامة من وسائل الميليشيات ل يعني العمل على أو الحصول على أعداد كبيرة من المقاتلين. هذه بأي كان أولئك المقاتلين، يقاتلون عن قناعة أو يقاتلون انبهارا أو يقاتلون رغبة في يعني ما تقدمه هذه الجماعة من يعني أموال. في هذه الحالة فإن الفعاليات تتحول من كونها عمل ثقافي فكري فقط إلى أيضا عمل عسكري منظم يستهدف في العادة الأبرياء والمدنيين وغير المنتمين لهذه الجماعة إلا من خلال هذا العمل التحشيدي وتطويره إلى نحو القناعات. نعم. وتستهدف أيضا براءة الأطفال، تستهدف الأسر بأخذ المزيد من أفرادها إلى ساحات القتال والعودة بهم جثامين. هذه الميليشيات تعبر من خلال هذه الفعاليات التي تهتم بها كثيرا وتنشرها في جميع المديريات التي تسيطر عليها والمحافظات، وبدأت عمران وإب وغيرها من المحافظات. نعم. في هذا التحشيد، هذه هذا التعبير عن إفلاسها وعن تراجع رصيدها من المقاتلين، وبالتالي تحاول استكمال الفجوات التي تتعرض لها. ويتضح جليا أن هذه الميليشيات تقاتل بنفس الطريقة التي قاتلت بها خلال السنوات الماضية، التركيز على جبهات محددة وحشد كل الطاقة أغلب الطاقات إليها وتخفيف العمل العسكري في باقي الجبهات. هذه نعم. الاستراتيجية يجب أن تواجه استراتيجية عسكرية يعني مناسبة. نعم. تقوم على فتح جميع كافة الجبهات في وجه هذه الميليشيات حتى لا تستطيع تغذية هذه الجبهات بالعناصر وبالمقاتلين، ويجب العمل سريعا لتحريز المحافظات والمديريات تباعا وبشكل متسارع حتى لا نصحو على كارثة وطنية باتساع الوطن. نعم. تتعلق باستلاب هذه يعني استلاب المواطن اليمني واستلاب أبنائه من خلال هذا الفكر المنحرف، الفكر العنصري، وأيضا بأموال تستلبها هذه الجماعة من آبائهم. نعم. فالمقاتل هو الولد، والمنفق على يعني القوافل هو الأب من خلال الضرائب والمكوس و يعني الإيرادات يعني. نعم. التي تحاول أن تجمعها بشتى الوسائل.
نعم، إذن سيد إبراهيم ابقى معي، أعود للكاتب الصحفي توفيق السامعي. يعني سيد توفيق، البعض يرى أن يعني طبيعة المواطن اليمني يعني سرعان ما يتأثر بهذه الأفكار من خلال الحشد والفعاليات التي تقيمها الميليشيا بين فترة وأخرى. هل يعني تتفق مع هذا الطرح، أم أن المصلحة هي من تقود المواطن، أم أنه الإجبار أيضا من يقود المواطن لحضور والتفاعل مع هذه الفعاليات، أم ماذا؟ وسائل متعددة في هذا الجانب. أنا أعتقد أن أولا البيئة الجاهلة التي نمت فيها الميليشيا الحوثية وشعاراتها التضليلية وجدت طريقا موحدا للنمو في هذه البيئة من خلال بيئة التجهيل، وبالتالي فإن تأثر المواطن بالأفكار المختلفة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية وخاصة في مثل هذه المناسبات التضليلية التي يتم دعوة المواطنين إليها، وكذلك من خلال توظيف الدين وتوظيف النصوص وتأويلها وإجبارها يعني قسرا على أن وتجهيرها قسرا إلى مصالحهم الخاصة وأهدافهم الخاصة ومشروعهم الأيديولوجي الطائفي، وكذلك الموضوع المناطقي العنصري القبلي. يعني نحن حينما نتحدث عن قضية التحشيد في بيئة جاهلة، أيضا من ناحية التأويل النصوص، والمواطن اليمني يعني تجده نوعا ما يعني تجده متدين، لكن تدين ذلك التدين السطحي الغير المتعمق في أعماق النصوص، بحيث أنه يستطيع أن يميز ما بين الغث والسمين من هذه النصوص. أيضا الحاجة الملحة للمواطنين وحالة الفقر والعواز التي يمر بها المواطنون، سواء كانت في هذه الأيام أيام الأزمة وأيام الحروب، أو كذلك من الأيام الماضية حينما كانت تتجرع البلاد الكثير من عملية الفساد الاقتصادي والإداري الذي برز عنه يعني كثير من الطبقات الاجتماعية المحتاجة. وبالتالي الميليشيا الحوثية استغلت حاجة الناس إلى هذه الأموال وقامت بتحشيد الناس. هناك يعني في هذا اليوم مثلا تقريبا تدفع لكل واحد مشارك في هذه الفعالية من الناس البسطاء العاديين حوالي 3000 ريال، فضلا عن الأموال الطائلة التي تصل إلى المشرفين الذين يحشدون هؤلاء الناس، بالإضافة إلى وسائل الإجبار التي يقومون بها لحشد الناس ووسائل الإكراه التي ارتبطت مصالح الناس بمصالحهم، سواء كانت من ناحية المرتبات التي هي في الأصل مصادرة، أو كذلك التهديد بالاعتقال والابتزاز والسجون وما يترتب على ذلك من عوامل ابتزاز مادية كبيرة، أو كذلك مصالح مختلفة في هذا الجانب. هناك يعني كثير من العوامل التي يمكن أن تجعل المواطن يذهب إلى هذه الفعاليات. في فعاليات سابقة على أيام الرئيس المغدور السابق علي عبد الله صالح كان يحشدون الناس بهذه الطريقة، ورأينا في الأيام الأخيرة لم يستطع أن يحشد بعد تلك الأشياء بعد انتهاء المصالح معه. كذلك الحوثيون سيصلون في يوم ما إلى حينما تنتهي مصالح المواطنين معهم لن يستطيعوا أن يجمعوا الناس بهذه الكمية وبهذه الوسائل المختلفة. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أذهب بسؤال للناشط الحقوقي والصحفي إبراهيم الظهرة. يعني سيد إبراهيم، من الجهة التي بيدها مجابهة هذه المشاريع والتحركات والفعاليات المستمرة لميليشيات الحوثي؟ هل نستطيع القول المجتمع، أم يعني نقول السلطة الشرعية في البلد، أم المجتمع الدولي، أم من؟ لا شك أن المجتمع يعني بدأ بالنفور من هذه الجماعة و لا يستطيع الثقة بها بعد أن أخذت الكثير من أطفاله وأبنائه إلى المحارق. فقط هذه الجماعة تحاول أن تكسر عزلة أو حاجز الخوف الذي تولد لدى الكثير من أبناء القبائل،
وبالتالي تحاول أن تروضهم من جديد للعودة إلى ساحة القتال، وأصبح المجتمع يتفهم بسبب المعاناة وبسبب الألم وبسبب الدماء المستمرة التي تنزف. يبقى على السلطة الشرعية أن تعمل على ملف التوعية وأن تحاول التعجيل باستكمال تحرير ما تبقى من الوطن، وهذا جهد لا شك يحتاج إلى الكثير من التعاون مع التحالف العربي ومع المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن واليمني من هذه المأساة ومن هذا الخطر الداهم الذي يتهدد أرواح أبنائه. هذه لكن المجتمع الدولي للأسف الشديد يبدي في حالات كثيرة يعني نوع من المغالطات من خلال التقارير التي لا توضح ولا تكشف هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان فيما يخص الحياة، حق الحياة، فيما يخص تجنيد الأطفال، فيما يخص يعني تغيير الهوية، وكلها انتهاكات يعني بالطبع تؤدي. كذلك أيضا العمل لا يسير في جانب الفعاليات فقط سيد إبراهيم، يعني أيضا هناك المؤسسات التعليمية والتثقيفية، هناك يعني تجريف يذهب في صالح الخطاب الطائفي في المؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وبالتالي أيضا لو أتينا لمسألة أن المجتمع لديه القدرة في على مواجهة هذا، هو أمر يحمل الكثير من الصعوبة، كون أنه لو رفض أو أحد يعني أعلن موقف حيال هذه التصرفات سيصنف في ذات اللحظة وتقام عليه عواقب كثيرة. نحن ننظر هنا إلى المجتمع الدولي تحركاته في هذا الجانب، كيف تنظر إليها؟ تحركات المجتمع الدولي ولا في الحقيقة هو تحرك دون المستوى، يركز على يعني قشور أو مظاهر ونتائج هذه المعركة، ولا يتعمق في فهم الأسباب والمسببات الأساسية لهذا الهدر لليمن واليمنيين وللأجيال القادمة. المجتمع الدولي للأسف مهتم بابتزاز الدول المتواجدة في التحالف اليمني وابتزاز قيادة الشرعية من أجل إبقاء هذا الكيان العنصري والكهنوتي لهم في حياة اليمن واليمنيين، والسيطرة من خلاله على المنطقة وعلى ودفعها إلى اللا استقرار بشكل مستمر. المجتمع الدولي حتى في التقارير الحقوقية يبدي تحيز ويبدي الأحياد، بل يبدي انكشاف أمام القرارات التي يصدرها بنفسه ثم يقوم بإصدار التقارير التي يعني تتناقض في أحيان مع تلك المقررات التي أقرها المجتمع الدولي. إذا المجتمع الدولي التعويل عليه هو الحلقة الأضعف، التعويل الأساسي هو على اليمن واليمنيين من خلال التحرير. صحيح المجتمع غير قادر على قول لا، لكنه يقول لا من خلال الامتناع السلبي، من خلال يعني الكثير من اليمنيين الذين رفضوا تجنيد أبنائهم في القرى والأرياف، وهذه الموجات التي تحاول تضليلهم هي فقط لاستعادة يعني ما تم رفضه من قبل اليمنيين من قبول للمشاركة في معاركهم. نعم، سأعود إليك سيد إبراهيم. أذهب بتساؤل أخير للصحفي توفيق السامعي، يعني سيد توفيق، ماذا أمام المجتمع فعله في الوقت الذي يعني سيتم إسقاط جميع التهم عليه أو على من يرفض الالتحاق بجبهات القتال في ظل سيطرة الميليشيا على كافة المناطق، وأيضا فرضها السيطرة على المناطق التي فيها كثافة سكانية وفرض ثقافتها بقوة السلاح؟ لا، على المجتمع يعني أمام فعل كبير وعظيم من خلال الامتناع عن الزج بأبنائهم إلى جبهات القتال. صحيح أن الميليشيات الحوثية، من سيمتنع عن إرسال ابن ولده إلى جبهات القتال؟ ماذا سيقال عنه أمام هذه الميليشيا؟ يعني سترمى عليه كل التهم وبالتالي سيكون ضحية.
إذا كان الامتناع جزئيا سيعتمدون أو سيعمدون إلى هذه الوسائل، إلى وسائل الإكراه والتجنيد الإجباري، نعم. لكن أنا أقول إذا كان على المجتمع الكلي الكل يرفض الزج بأطفاله وأبنائه إلى هذه المعارك والالتحاق بالميليشيا الحوثية، لابد من ترابط مجتمعي متكامل، لا يكون يعني في منطقة دون أخرى، ولا يتم يعني الاستئثار بأسرة أو قبيلة دون بعض القبائل، هذه التي تجعل هذه القبائل لقمة سائغة أمام الميليشيا الحوثية والاستفراد بها. لكن إذا تم التعاون والتعاضد ما بين أبناء المجتمع بشكل كامل والرفض الكلي للدفع بأبنائهم إلى هذه المعارك، وهنا الميليشيات الحوثية لن تستطيع أن تفعل لهم شيئا. أيضا أنا أقول لك ليس كل المواطنين مجبرين ومكرهين على إرسال أبنائهم إلى المناطق. الميليشيا الحوثية هي في الأساس لا تثق بكل المواطنين في بالزج بأبنائهم إلى هذه المعارك، وإنما تعمد إلى قبائل معينة وإلى مناطق معينة محسوبة أيديولوجيا وعنصريا وقبليا وثقافيا عليها، وبالتالي هناك التجنيد الذي يتم تجنيد، كمثلا في بعض مناطق في صعدة، وكذلك بعض مناطق عمران، أو بعض مناطق محافظة صنعاء هي التي تلجأ إليها. لكن مثلا في مناطق أخرى صحيح أنها قامت بحملات تجنيد إجباري مثلا في بعض مناطق تهامة، إلا أنها عادت عليها بالفشل الذريع، وكذلك في بعض مناطق أب عادة لا يستجيب إلى هذه الضغوط وإلى هذه الممارسات وإلى الالتحاق بالجبهات الحوثية إلا من يكون لديه الرغبة ولو قليلا من الرغبة. لكن حينما تجد مجتمعا متماسكا كليا يرفض الذهاب إلى الالتحاق بالميليشيا الحوثية، الميليشيات الحوثية هنا تقف عاجزة تماما. لكن أيضا سيد توفيق هناك الكثير من الحالات التي يعني يتضح أنه يتم الزج بهم إلى جبهات القتال وهم لا يعرفون لماذا ذهبوا إلى هذه المناطق وبالأخص الأطفال. هؤلاء الذين تم تغييبهم تغييب عقولهم فكريا ومن خلال المواد المخدرة التي يقدمونها لهم فيما يسمى بالشمة، ومن خلال الدورات الطائفية، ومن خلال عملية غسل الأدمغة، فعلا هؤلاء الذين يتم الزج بهم ويتفاجؤون حينما يغرر عليهم ويقولون لهم أنكم ذاهبون في رحلات ترفيهية ورحلات مدرسية وما إلى ذلك، فيتفاجؤون وإذا هم بالمعارك في جبهات القتال. لكن هذه ارتدت عليهم سلبا، ما كان كثير من هؤلاء الناس إما أن يتعمدون أن يقعون أسرى في بأيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكذلك الهروب والانسحاب من المعارك، وبالتالي انكشاف بعض المواقع الميليشوية وسقطت سريعا في يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وحتى حينما كان هؤلاء يقعون أسرى كانوا يفضحون الميليشيات الحوثية بوسائل تجنيدهم وبوسائل إكرائهم على التجنيد والزج بهم إلى جبهات القتال المختلفة. أشكرك سيد توفيق السامعي كاتب الصحفي، كنت معنا من الرياض. أذهب بسؤال أخير لضيفي الصحفي إبراهيم الظهر. سيد إبراهيم، إذا ما تحدثنا هنا عن دور السلطة الشرعية أمام يعني عملية يعني نشر الخطاب الطائفي في المؤسسات التعليمية والثقافية. نعم، المؤسسات الحكومية المستلبة في مناطق سيطرة هذه الميليشيات في المحافظات التي لا تزال والمديرية التي لا تزال تحت أيديها. نتكلم عن المؤسسات التعليمية التي في المناطق المحررة، لا شك أن هذا الخطر غير قائم هناك. الإشكال إذن هو في هذه المحافظات، والحل عسير إلا من خلال العجلة يعني الفاعلة لتحرير الأرض والإنسان. لابد من جهد حكومي واضح بالتنسيق مع التحالف ولاستكمال تحرير اليمن. الخطوات يجب أن تكون أكثر سرعة، لأن الأخطار التي تتهدد اليمنيين كبيرة، وستتفاجأ الحكومة بالقنابل الموقوتة من حيث الفكر ومن حيث العنف التي ستتصدر المشهد خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فأمام اليمنيين مآزق كبيرة يجب أن يجتازوها، ويجب على المجتمع الإقليمي أن يدرك أن هذا الخطر وهذه القنابل الموقوتة لا تزرع اليمن واليمنيين فقط، ولن يتضرر منها اليمن واليمنيين فقط، هذا يعني سيتضرر منها الجميع، ولذلك لا بد من جهد مشترك يقوم على التوعية وتلاحق العمل العسكري استكمالا للتحرير. ولا شك أن الميليشيات فقط تستفيد من فترات الهدن وفترات التراخي أو التوقف، وإلا فإنها في حالة استنزاف وفي حالة انهيار واسعة في مختلف الجبهات. أشكرك جزيلا الصحفي وناشط الحقوق إبراهيم الظهرة، كنت معنا من الرياض. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكر أيضا ضيفي الآخر من الرياض السيد توفيق السامعي كاتب صحفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.